بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، بين الحين والآخر يحتاج الأمر إلى رسالة مصورة، رسالة مسموعة لتقديم بعض الإيضاحات اللازمة عندما يحاول البعض أن يدخل معلومات غير صحيحة أو يدس بيانات مغلوطة من أجل الإيقاع بين المحامين وبين مجلسهم المنتخب. الحقيقة هناك معلومة غريبة جدا بيروجها البعض في غرف المحامين على التواصل الاجتماعي، انه احنا مقدمين مشروع قانون قبل الانتخابات ودي فترة ريبة، وايش معنى دلوقتي يتقدم مشروع القانون وكأنه المحامين قد فوجئت بما نقدمه من تعديلات. الحقيقة هذا الكلام يراد به باطل، ليس حقا ولا يراد به باطل ولا يراد به إلى الباطل، لأنه المراجع لقرارات مجلس النقابة يتأكد له أنه في مايو 2017 وافق مجلس نقابة المحامين على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، اللي هي نفس المشروع المقدم الآن في مجلس النواب. يعني من 2017 مش في 2019، اثنين كان يسبق مايو 2017 أكثر من جمعية أو أكثر من مؤتمر بما فيها مؤتمرين في بورسعيد ناقشوا قانون المحاماة. طلبنا من النقابات الفرعية قبل 17، من 15 ل 17 طلبنا من كل النقابات الفرعية أنها تعقد جمعيات عمومية علشان تستمع إلى آراء، استهداء بآراء المحامين في تطلعاتهم وطموحاتهم لتعديل لقانون المحاماة. بعض النقابات بعتت لنا وبعض النقابات ما عملتش وما سألتش. النهاردة ما فيش حد يقول احنا فوجئنا ما نعرفش، لازم نشوف الأول. يعني ده كلام لا يراد به الوصول إلى نتيجة، وإنما يراد به تضيع وقت نقابة المحامين، وكأن نقابة المحامين مؤسسة ليست لها مستويات وليست لها مسؤوليات. احنا مجلس نقابة المحامين ده مجلس منتخب نقيبا وأعضاء بإرادة حرة للمحامين، هو الذي يمثل المحامين حتى آخر لحظة في مدته القانونية، وبالتالي هو المسؤول عن تقديم مشاريع القوانين، مش الجلسات الخاصة اللي بتعقد هنا أو هناك أو عند هذا المكتب أو عند ذاك الشخص، وإنما ما يقرره مجلس نقابة المحامين مستلهما رؤية زملاء المحامين أو ما يعتقد أنها هي إرادة المحامين، هو المسؤول عنه. في النهاية هو الذي يحاسب أمام المحامين سواء بانتخابهم أو بإقصائهم، مش برؤية من تم إقصائهم أصلا بإرادة المحامين. يعني الغريبة أنه متصدر للمشهد التعقبي للمشروع أغلبهم من الذين خاضوا انتخابات وفشلوا فيها في كل مراحلها، سواء على محكمة جزئية، محكمة ابتدائية، نقابة عامة، على كل المستويات الحقيقة أثبتوا فشل ذريع. الآن هم الذين ينصبون من أنفسهم قواما على مجلس نقابة المحامين المنتخب بإرادة المحامين، وبالتالي أكذوبة أن هذا المشروع مقدم اليوم، لا ده مش صحيح. هذا المشروع مقدم من 2017 ودخل في دورتين متتاليتين مجلس النواب. مجلس النواب من حقه يأجل ويأخر ويقدم ويأخر زي ما كما يريد، لكن احنا قدمناه من 2017، موقع على هذا المشروع 85 عضو في مجلس النواب مؤيد له بما فيه الأصوات اللي انتوا سمعتوا انها عارضه القانون، هم الذين وقعوا بتأييدهم وموافقتهم على مشروع القانون. احنا في انتظار إرادة مجلس النواب التي نعتقد أنها سوف تبحث الأمر بجدية وسوف تقر الأمر بجدية. الحقيقة الثانية اللي احنا يعني اللي عايزين نوضحها، ايه الاشتعال ده؟ يعني لماذا محاولة اشعال فتنة الانتخابات قبل اول الانتخابات؟ اولا احنا ما عندناش انتخابات، لسه الانتخابات في نهاية هذا العام، وبالتالي ليس من حق احد الان ان يستدعي العملية الانتخابية علشان يدخلها في البرنامج الانتقامي ضد نقابة المحامين. احنا مقدمين مشروع لتعديلات نرى انها نافعه، نفعا محضا لكل المحامين، بتحقق كل احتياجاتهم وايضا تحقق الحد الادنى من الضمانات اللي احنا مستهدفين، سواء دي كانت ضمانات دستوريه وردت في دستور اللي صدر لصالح المحاماه والمحامين، اللي لاول مره في تاريخ الدساتير يذكر فصلا خاصا بنقابه المحامين او بالمحاماه،
في تعبيرات جديدة لابد أن نضيفها، في حمايات جديدة لابد أن نؤكدها، في ضمانات متعلقة باستقرار جداول نقابة المحامين يجب أن نثبتها. إيه هي الأول وبعدين نتكلم مخاطر تفويت الأمر في شأنها. إحنا بنتكلم على أولا في معالجة شروط القبول، حطينا الثانوية العامة شرط مسبوق للليسانس علشان نمنع فكرة أصحاب الدبلومات اللي بيدخلوا التعليم المفتوح أو اللي دخلوا التعليم المفتوح علشان يقفزوا على نقابة المحامين. فاشترطنا أن يكون مسبوقا الثانوية العامة، الليسانس مسبوقا بالثانوية العامة المعروف في نظام التعليم المصري. الأمر الآخر إحنا أيضا حطينا علاج في المادة 13 للسادة المحامين المشتغلين بالخارج اللي بيمارسوا المحاماة في الخارج. إحنا هنعمل جدول خاص بهم وينشأ مجلس النقابة جدول خاص بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، خارج جمهورية مصر العربية، تضع قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي يمكن أن يقدمها لهذه الجداول. إذن إحنا أيضا بنحاول نعالج ما يمكن أن يمثل إضرارا ببعض المحامين الذين يعيشون في الخارج أو يمارسون المحاماة في الخارج ويريدوا أن يرتبطوا بنقابة المحامين، نربطهم شريطة أن نربطهم برباط تشريعي معتبر. أيضا من الضمانات اللي إحنا وضعناها في قانون أو في مشروع القانون اللي بتتعلق ب حماية المحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال. إحنا عندنا في قانون المحاماة في المادة 49 والمادة 50 بتتكلم عن ضمانات المحامي أمام لا يجوز القبض على في حالة التلبس أمام جهات أمام المحكمة، في حالتي في حالات التلبس في جرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات. ده أمر متعلق بالمحاكمة. لما حطينا في الدستور شمول هذه الحماية الدستورية لكل أعمال المحاماة أمام جهات التحقيق والاستدلال حطينا نص بيعالج عدم بيضيف حماية جديدة وهو أنه عدم جواز القبض على المحامي أيضا في حالات التلبس أيضا أمام جهات التحقيق والاستدلال. جهات التحقيق ليها نيابة بكل أنواعها، هي جهات الاستدلال بكل فروعها، وبالتالي نحن نضع حماية لازمة ومهمة. أيضا أضفنا فقرة جديدة تتعلق في غير حالات التلبس أثناء عمل المحامي عندما يوجه الخصوم للمحامي اتهام بقصد عرقلته عن أداء واجباته في الدفاع عن موكله، كان يجري العمل في أن يعطل المحامي وكف يده وتغل ويعرض على نيابة مع باقي خصوم الدعوة في خصومة هو أصلا لم يكن طرفا فيها ولم يشارك في صنعها إلا أن يكون محاميا فيه. وضعنا النص بأنه في غير حالات التلبس إذا نسب للمحامي من خصومه جريمة ما تحرر بشأنها مذكرة بمعرفة المحامي العام الأول لاستئناف المعني دون أن يقبض على المحامي ودون أن يحبس المحامي ودون أن يحتجز المحامي. دي حماية، حماية جديدة غير مسبوقة بتضاف للمحامين، احنا محتاجينها كمحامين والمحامين كانت بتطالب فيها أو بيها في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال. أيضا احنا أضفنا الحماية الاقتصادية كمان، أتعاب المحاماة المقضي بها اللي احنا بندوخ وراء المحضرين في تنفيذها ووزارة المالية ووزارة العدل وأصبحت أطراف عديدة معقدة. احنا وضعنا نص بيدي الحق تحصيل هذه الأتعاب، أتعاب المحاماة بمعرفة النقابة فناخدها مباشرة دون وساطة لا محضرين ولا وزارة مالية ولا وزارة عدل. ده شيء يضر المحامين ولا يفيد المحامين؟ بالقطع هو فيه فائدة كبرى للمحامين. أيضا اللي احنا حرصنا ان احنا نضعه هي أكاديمية المحاماة، أكاديمية المحاماة اللي هتطبق من 2022 لمن يريد أن ينضم لنقابة المحامين لابد أن يجتاز مرحلة دراسية محددة في الأكاديمية، هينظم القانون دورها في هذا الأمر بحيث أنه ما يدخلش نقابة المحامين إلا بقرار من مجلس النقابة يحدد الأعداد ويحدد شروط القبول ويخرج من أو يجتاز الامتحان المقرر في الأكاديمية علشان يبقى عضو في نقابة المحامين ابتداء. دي أيضا إضافة قيمة لحالة المحاماة وحالة المحامين. احنا يعني هذا هو مجمل ما في
ما في التعديلات. لا يوجد في التعديلات جديد إلا فيما يتعلق بالمسألة الانتخابية، وبرضو البعض كان يتكلم على أنه حطينا في سن الشباب 25 سنة، هذا كلام غير صحيح. سن الشباب 35 سنة في أي مستوى من المستويات النقابة، وما ورد من رقم 25 ده خطأ مادي. الأمر الآخر، إحنا استبدلنا نظام الانتخاب عن طريق دوائر الاستئناف في النقابة العامة أو المحكمة الابتدائية في المستوى الابتدائي، علشان نفك أو نفض الاشتباك اللي أسفرت التجربة الماضية عن وقوع ممثلين خصومة بين ممثلين محاكم الابتداء وبين النقباء الفرعيين، فأصبح فيه منازعة على التمثيل وأصبح فيه منافسة غير مشروعة. إحنا بنحاول بقدر الإمكان نفض هذا الاشتباك، فنمنح فيأخذ النقيب الفرعي اختصاصه ويأخذ عضو مجلس النقابة العام اختصاصه دون أن يجور أي طرف من الأطراف على الطرف الآخر. مجمل ما نحافظ عليه أيضا أنه تأكيد على ضمانات تطهير الجداول وتنقيتها، وأيضا موقف نقابة المحامين من التعليم المفتوح. ده محتاج حماية، محتاج حماية تشريعية موجودة في النصوص القانون اللي بتدي مجلس النقابة هذا الحق في أنها تضع كل سنة وتضع الضوابط اللي تحمي جداولها، حتى لا تتوقف نقابة المحامين عن العمل، وحتى لا تسلم نقابة المحامين لغير المحامين اللي عايزين يقاوموا قانون المحاماة النهاردة. عايزين يدخلوا التعليم المفتوح مرة أخرى، عايزين يدخلوا أيضا غير المشتغلين ويدخلوهم أيضا لنقابة المحامين مرة أخرى علشان يقتسموا معكم ومع مدخراتكم وأموالكم، سواء كانت معاشات أو علاج أو غيره من الإنفاقات المختلفة. فالمستهدف هو تدمير نقابة المحامين بأسباب وبدوافع انتقامية، حتى والهدف هو حتى لا تكون هناك فرصة لترشيح سامح عاشور مرة أخرى. وكأن الموضوع أنه حتى لو كان هناك فرصة لترشيح سامح عاشور موجودة، ندمر قانون المحاماة علشان سامح عاشور ما يتمكنش ولتذهب نقابة المحامين إلى الجحيم. ده كلام يعني الحقيقة أنا مستغرب من منطق ومن حجة ومن ذكاء المتحدثين به. إرادة المحامين عند صندوق الانتخابات، لا بالصوت العالي ولا بالتجاوز الحدود اللياقة والأدب، ولا أيضا بالاقتراء على القانون، ولا أيضا بالتجاوز في حق المحامين. إحنا معنيين بحماية موارد نقابة المحامين اللي النهاردة وصلت وفرها إلى أكثر من 650 مليون جنيه احتياطي في نقابة المحامين، غير مسبوق في تاريخها أنه عندنا هذا الرقم. إحنا مستهدفين حتى نهاية العام نحن نصل إلى مليار جنيه مدخر فائض. هذا الفائض لو تحقق، وعشان يبقى كلام برضو معلق على ما أقول، لو تحقق لأمكننا في نهاية العام كما قلت في 27 رمضان إن إحنا نزود المعاشات. والمشروع المقدم لمجلس النقابة علشان يدرسوا على ضوء الاكتواريين على ضوء الرقم اللي إحنا مستهدفينه من المدخرات بتاعتنا، هنصل إلى 75 جنيه عن كل سنة اشتغال، يعني المعاش ممكن يوصل إلى 3000 جنيه مع زيادة دورية 5% كل سنة. فإذا أقر هيبقى ابتداء من العام القادم. ده أيضا مشروط بتوافر المال، وليس كلاما دعائيا، إنما هو مرتبط بالحساب الاكتواري لأموال المحامين. حساب الاكتواري لأموال المحامين هو اللي بيحدد لنا اللي احنا بنستهدفينه، سواء الزيادات اللي احنا بنستهدفها في العلاج أو الزيادات اللي احنا بنستهدفها في المعاشات. احنا بندافع عن نفسنا في نقابة المحامين، واحنا مسؤولين عن هذه المسؤولية امام الله وامامكم، وبالتالي مش منزعجين من كل الحوارات غير المسؤولة اللي بتحاول تنال من نقابة المحامين ومن ممثلي نقابة المحامين القانونيين، في ان احنا نقول الرسالة بوضوح. احنا مجلس نقابة المحامين نقيبا واعضاء مسؤولين امام جمعيتنا العمومية وقبلها امام الله على ان نقدم ما لدينا من ادوات ومن خيارات ومن طموحات ومن تصورات تحمي أموال نقابة المحامين وتحمي المحاماة من الدخلاء عليها. هذه هي الرسالة، وأرجو لزملائنا وأبنائنا المحامين أنهم يتمعنوا في المستهدف من التعديل أو التعديلات المقترحة. إذا تمت سوف تحمي نقابة المحامين، وإذا لم تتم سوف توضع نقابة المحامين بكل الطرق وبكل الوسائل وبكل الأدوات غير المشروعة تحت إدارة قضائية تضيع تاريخنا وتضيع حاضرنا وتضيع مستقبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.